شفرة التعليم بتاعتها وانتهت المسألة. خلاص، يبقى انها تحتاج الى بايت واحد او كلمة واحدة او مكان واحد في الذاكرة عشان اخزنها. طيب عملية التنفيذ بتتم ازاي؟ احنا قلنا عملية التنفيذ هتتم في ايه؟ هتتم بمرحلتين. طيب هتاخد كام نفضة؟ تعالى كده نشوف. احنا قلنا المرحلة الأولى اللي هي الفيتشنج فيز أو مرحلة البحث، والمرحلة التانية اللي احنا بنسميها الايه؟ الاكسكيوت فيز، اللي احنا بنسميناها الايه؟ سميناها مرحلة التنفيذ. أول حاجة بيفيتش الانستراكشن، بيبحث عن التعليمة وبعدين بيديكود التعليمة. فيتش التعليمة وبيديكود التعليمة، دي المرحلة الأولى، بيبحث عن التعليم وبعدين بيفصل للتعليم، ثم بيدخل على مرحلة الايه؟ التنفيذ اللي هي الاكسكيوت انستراكشن. المرحلة دي بتاخد نبضة واحدة او اللي احنا بنسميها 1 ام في يو سايكل، اللي هي دورة واحدة من دورات المعالج، والمرحلة الثانية بتاخد دورة اخرى من دورات المعالج. يبقى الراجل ده بياخد ايه؟ بياخد دورتين فقط من دورات المعالج. نلاحظ ان دورتي البحث والتنفيذ لهذا النوع من التعليمات التي تستخدم هذا النوع من طرق العنوان تحتاج الى واحد وحده زمنيه من الوحدات الزمنيه للمعالج لكل دوره. خلاص، طيب تعال نشوف النوع الثاني من انواع العنوانه، ماشي، اللي هي الادريسنج مود. تاني نوع اللي احنا بنسميها الاميديت ادريسنج مود، اللي احنا بنسميها العنوانه الفوريه، وده احنا خدناه في المثال اللي احنا ايه اللي احنا شفناه. ايه العنوانه الفوريه دي؟ العنوانه الفوريه تكون التعليمه مكونه من مكانين او تحتاج الى مكانين من الذاكره. المكان الاول هو شفره التعليمه، والمكان الثاني هو المعامل. دي نقطه مهمه، المعامل اللي هتشتغل عليه التعليم. خلاص، وبالتالي ده بيسموه ايه؟ زي ما احنا قلنا اهوت، زي ما احنا قلنا لود اكيوميليتور بالرقم 7 او اد الاكيوميليتور، اجمع محتويات المجمع بالرقم 10. فالرقم 10 هو الرقم الحقيقي اللي انا هجمعه، والرقم 7 ده هو الرقم الحقيقي، الرقم ايه؟ اللي انا هحمله على الايه؟ على الاكيوميليتور. خلاص، تعالى طبعا تعالى كده نشوف الرسمة اهيت عشان احدد. يبقى انا اول حاجة اهوت دي محتاجة مكانين في الذاكرة، مكان لشفرة التعليمة ومكان اخر للمعامل اللي هتشتغل عليه التعليمة. طيب دي بتحتاج كام سايكل، ماشي، او كام وحدة زمنية من وحدات المعالج؟ اول وحدة اللي احنا بنسميها او اول دورة او اول تور اللي هو الفيتشنج فيز، اللي هو دور البحث، ماشي، بيبحث عن التعليمة، بيفك شفرة التعليمة، بيروح مباشرة لعملية التنفيذ، بيحضر الرقم اللي عايز يحضره، ثم بتنتهي التعليمة. اذا برضه هو محتاج وحدتين من وحدات الايه؟ من وحدات ال من وحدات الوحدات الزمنية او وحدات المعالج، وحدة المعالجة الزمنية. خلاص، وبالتالي العنوانة المباشرة او اللي احنا بنسميها الاميديت ادريسنج مود تتكون من 2 بايت من مكانين في الذاكرة. البايت الاول هو شفرة التعليمة، بينما يرمز البايت الثاني الى عنوان المعامل المراد تنفيذ التعليم عليه في الذاكرة. خلاص يا جماعة، وفي نفس الوقت بيحتاج برضو لاثنين ام في يو سايكل او وحدتين زمنيتين من وحدات اللي وحدات وحدة المعالجة الايه؟ الزمنية. ده بالنسبة لايه؟ بالنسبة لي طبعا بيبقى مكتوب، ماشي، بيبقى مكتوب. ممكن اقول له لود 50، يعني حمل محتويات المحتوى الاكيوميليتور بالرقم 50، ومكتوب قدامها اميديت ولود اكيوميليتور ب 50 برضو، هي نفس. شوف لو انتوا لاحظتوا نفس الكلام اهوت، نفس الكلمة مكررة اهيت، لكن قدام الاول اميديت يعني فوري، وقدام اسمها ايه التعليمه الثانيه دايركت، ماشي. فهل الفرق بين الاثنين ايه؟ الفرق بين الاثنين ان في حاله الاميديت او اللي احنا بنسميها الايه؟ معلش العنوانه الفوريه او الادريسنج مود اهوت، ماشي، اللي هي الاميديت، ماشي، بيقول ايه؟ بيقول ان يحمل المحتوى 50، المحتوى 50 نفسه، ماشي، في الاكيوميليتور، ونشوف بقى